أعتقد بناء على معلومات استخباراتية عن وجود تحركات لخلايا تنظيم داعش الإرهابي في محافظة ديالى وتحديداً من قاطع ديالى وفي منطقة تلال حمرين وجبال حمرين فوق خيرة حمرين وشمال المقدادية. بالتالي العمليات انطلقت بناء على المعلومات الاستخباراتية. كذلك أيضاً تعتبر المطاف التجريبي الإجمالي لقطاعات العسكرية شاركت فيها طيران الجيش وطال محج الشعبي الجيش العراقي البطل وقواتهم الداخلية وشارك فيها قواتهم السريع البطلة. وبالتالي بأن هذه القطاعات المختلفة وأهداف واحدة هي تطهير العراق من دلال داعش الإرهابي والفيول الإرهابية. وبالتالي العملية هي عملية استخباراتية بناء على معلومات استخباراتية طبعا وعمليات عسكرية تهدف إلى تطوير القدرة القتالية لأنها القوات المسلحة الإرهابية. أستاذ عدنان، هذه المنطقة التي تستهدفها العملية الأمنية هل هي رخوة أمنية بالمعنى العسكري أم أن الحكومة عاجزة عن السيطرة عليها لطبيعة وعورتها الجبلية الوعرة؟ شوف عزيزي، تنظيم داعش الإرهابي دائما يتخذ بعض الأماكن التي لا تتواجد بها القطاعات العسكرية كما الأغراض آمنة له ويتحرك لها ولديه حصص استخباراتية ورصد استخبارات. المناطق الجبلية والهضاب والوديان والمناطق الوعرة والمناطق المائية ومناطق البساتين هذه التي تتحرك بها بعض جيوش داعش الإرهابي. فبالتالي تحتاج القطاعات العسكرية بين الحين والآخر لإجراء عملية تفتيش ومداهمة وتكثيف الجهد العلمي والاستخباري ليتم له مطارد جيوش داعش الإرهابي. فبالتالي المنطقة نعم وجود بها أماكن رخوة، وجود بها بعض الملاذات التي ممكن أن تشكل مضافات في هذا التنظيم المتطرف. فبالتالي القطاعات العسكرية لها دراية تامة بحركات داعش الإرهابي وأسلوب قتاله وأيضا طرق مواصلاته. أستاذ عدنان، بيان الخلية الأمنية يتحدث عن وقت ستستغرق وقتا ويتحدث أيضا عن عودة المهجرين، هل يمكن تحقيق ذلك في هذه الفترة عودة المهجرين إلى مناطقهم؟ يعني الموضوع تمهيد لعودة المهجرين وليس عودة المهجرين. العملية أعتقد لا تتجاوز الثلاث أيام، أنا كحد أقصى عمليات عسكرية سريعة وخاطفة، تطويق البداية ثم استخدام طيران الجيش للرصد الجوي تحركات الكونتا الإرهابي وألقي المنافذ عليه ثم مداهمة الأوكار التي تتحدث. نعم، في هذه العملية لماذا لم يتم التنسيق مع سلطات إقليم كردستان في هذه العملية؟ أنا أعتقد سلطة الإقليم خارج نفوذ هذه المناطق. فبالتالي محاور بهذا نعم هنالك تاكل المناطق كلار ورسل في المناطق التي تتداخل بها مع حرس الإقليم، لكنه القطاعات العسكرية حددت أماكن بحيث على سلطة الإقليم. فبالتالي لا نحتاج أو لا تحتاج إلى التنسيق مع سلطة الإقليم، لكن هنالك سلطة هنالك تنسيق وهنالك تداول المعلومات وهنالك قاعدة بيانات مشتركة لدى البيش مارجا والقطاعات العسكرية العراقية. بالتالي التنسيق موجود، لكن التنسيق الفعلي على ارض الميدان في هذا الواجب قد يعني عسكريا لا يوجد تنسيق، لكن تنسيق معلومات استخباراتي موجود. شكرا جزيلا الخبير الامني والاستراتيجي عدنان الكناني على هذه المداخله، كنت معنا مباشره من بغداد.